وينضم إلينا الآن مشاهدينا هنا في الاستوديو الأستاذ سرهنك سعيد، مدير برامج الشرق الأوسط بمعهد الولايات المتحدة للسلام. أهلا بك معنا. أهلا بك. بداية يعني الحديث حول اتفاق سلام شامل بين جميع الأطراف في اليمن، هناك تمسك من جانب الشرعية اليمنية باتفاق ستوكهولم، كيف تنظرون إلى مثل ذلك؟ وجهات النظر المتباينة ربما في الفترة الأخيرة. نعم، الشعب اليمني يعاني الكثير نتيجة الحروب، من الضروري جدا إنهاء هذه الحرب والنزاع المسلح في اليمن. الواقع يعني يجعل من الصعب الوصول إلى اتفاق شامل يشمل كل الأمور وكل التفاصيل. أتصور العملية الواقعية هو أخذ المسار الذي عليه الأمم المتحدة والأطراف الأساسية، عملية بناء الثقة من خلال اتفاق حديدة واتفاقية ستوكهولم واتفاقية الرياض، هي الخطوات الأساسية للتعامل مع بعض جزئيات هذا المشكلة. ويحتاج إلى تغيير في فكر الأطراف المتحاربة، إنه الحرب ليس فيها رابح إنما فيها خسارة دائمة، هدر كثير لحياة الناس والأموال، وحتى الأطراف الخارجية المليارات الدولارات التي تصرف على العمليات العسكرية الأولى بها أن تصرف على بناء اليمن وخدمة المواطن اليمني. نعم، طيب كيف يمكن الذهاب إلى حل سياسي شامل أو حتى يعني إجبار الميليشيات الحوثية على تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وهناك عنصر أو إيران لها يد واسعة وكبيرة في اليمن من خلال الحوثيين؟ نعم، التجارب أثبتت بأنه الضغط العسكري بالضرورة لا تأتي بالسلام، يعني حتى إذا أتى اتفاق سياسي تحت ضغط السلاح لا يكلل بالنجاح على الأرض، لأن يمكن يتحول العوامل المزعزعة للاستقرار من عملية عنف ميدانية على جبهات إلى طرق أخرى. فالعمل على المشتركات من قبل الأطراف المتحاربة هو الأساس لحل سياسي، وهذا الحل السياسي يجب أن يأخذ الواقع اليمني يعني بنظر الاعتبار. الواقع اليمني في أطراف مختلفة، له مصالح مختلفة، له من له مصلحة في أن يتم التوصل إلى سلام، وله من له مصلحة في أن يستمر الحرب لأنه في مصلحة لهم. فاستمرار الجهد الدولي واستمرار الجهد الداخلي اليمني ضروري. تجربة الشرق الأوسط سواء في العراق أو في سوريا أيضا إلى الأمن اليمن أثبتت أنه في عوامل داخلية تؤثر على الوصول إلى السلام أو الاستمرار بالنزاع، وفي عوامل خارجية. اليمن يحتاج إلى تكافؤ الجانبين حتى يتوصل إلى اتفاق مستدام. هل تتوقع بأنه يمكن أن يكون هناك إحلال سلام في اليمن في ظل التدخل الإيراني لهذا الشكل؟ يعتمد هذا على قرار الطرفين، الطرف الممثل بحكومة الرئيس هادي وأيضا بالطرف بالقوات الحوثية وأنصار الله، بأن يروا مصلحة مشتركة. نعم، فيه رؤية بأنه فيه من يرى بأن الحوثيين هم وكلاء لإيران وينفذون أجندتها، لكن أيضا فيه الرأي بأن يمكن فيه شراكة، ولكن ليس بالضرورة أن يتم الإملاءات الإيرانية على الحوثيين، بحيث أنه إذا رأوا مصلحة في الدخول في عملية سلام أن يسمعوا لإيران. فهذا الامتحان القادم في المرحلة القادمة. نعم، طيب إذا كنا نتحدث عن تكافؤ أو يعني المطالب التي كانت للميليشيات الحوثية بأنهم يتحولوا إلى حزب سياسي غير مسلح وسلاح يكون بيد طرف محايد حتى تتم عملية السلام، هل تتوقع من خلال الأبحاث والدراسات والمتابعة أن هذه الميليشيات بعد كل ما حققته من وجهة نظرهم على الأرض في اليمن ستقبل بأن تتحول إلى حزب سياسي؟ ممكن الانخراط بالعمل السياسي، وفي تجارب بلدان أخرى رأينا هكذا تغيير، لكن هذا يعتمد على أساسيات معينة. أولا ضرورة الثقة، وجود الثقة بالعملية السياسية، وهذه الثقة في الوقت الحاضر في اليمن منعدمة. فهذا الدور الأمم المتحدة والأطراف الخارجية التي تريد الخير لليمن أن يلعبوا هذا الدور في المراقبة وبناء هذا الثقة. ثانيا موضوع نزع السلاح، موضوع نزع السلاح هي من المشاكل الشائكة
في أي عملية حوار وسلام، أن الأطراف المتحاربة لا يريدون أن يسلموا أسلحتهم على الأقل في المدى المنظور، لأنهم لا يثقون ببعض. وكل الأطراف المنخرطة بالعملية بالنزاع باليمن رأوا دوائر من النزاع في حياتهم، وينظرون إلى المستقبل ولا يرون الأمان وعدم الثقة. فضروري اعتماد على خطوات جزئية لبناء السلام، لبناء بدائل لاستخدام السلاح لكل الأطراف. لو تركزوا أكثر على ما هو لماذا نريد السلاح، السلاح اللي هو للحماية، أم ممكن الاتفاق على أن يكون الدولة وتقوية الدولة هو الحماية للكل، وثانيا المصالح السياسية والاقتصادية، ضرورة الاتفاق على المشتركات والاتفاق على أساس هذه على وجود اليمن في كل الأطراف الأساسية في اليمن، والأطراف الأخرى التي لا تعتبر أساسية لهم مصلحة في هذا البلد. فكل ما كانت العملية الحوارية تجد مشتركات وفي آلية مراقبة دولية تساعد على الالتزام بهذه الاتفاقات كانت فرصة النجاح أكثر. طيب كيف تفسر إذا كانت هذه المراقبة الدولية لم تفعل اتفاق شتوكهولم الذي تحدثت الجانب الشرعي، وأيضا تحدث كثير من الخبراء في الجانب في الشأن اليمني، قالوا بأنه هذا الاتفاق في ظل هذه المماطلة وعدم إلزام الحوثيين بتنفيذه ما هو إلا مظلة شرعية أو مظلة دولية لتمددهم أكثر؟ يعني ممكن النظر إلى هذا الموضوع بهكذا طريقة، ولكن أيضا ممكن النظر للموضوع أنه الواقع اليمني شائك جدا. يعني اتفاق ستوكهولم جاء في لحظات يعني خطرة جدا في الواقع القتال، وبنى لتوقعات يمكن كانت غير واقعية، بأنه يعني أولا كان الهدف استمرار المساعدات الإنسانية وعدم تعميق الأزمة. التزام الأطراف بهكذا اتفاق، مثلا الأساسيات موجودة، أنه الإغاثة الإنسانية مستمرة وتم تبادل بعض الأسرى، لكن مشكلة اليمن أعمق من هذا. فهذا الاتفاق غير كافي لاستتباب الأمن، يحتاج إلى جهود أكثر. وكما ذكرت بالسابق، يعني عامل الضغط يلعب دور محدود في هذا الوقت، وهذا أدوات المجتمع الدولي قليلة في الضغط. ما هي حظوظ الضغط بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لخفض التصعيد الآن؟ الولايات المتحدة ممكن أن تطلب من شركائها بالمنطقة وأصدقائها وحلفائها بأن يركزوا على عملية السلام وعلى عملية السلام وبناء العملية السياسية والعملية الحوارية. ما ممكن أن تستتب وفي غارات جوية وفي حرب بالميدان من كل الأطراف، فضروري تهدئة الأوضاع لإعطاء المحادثات فرصة. نعم، هل أنت متفائل بأن تقبل الحكومة الشرعية بأن تذهب إلى مفاوضات أو مباحثات حل سياسي شامل بدون شروط؟ أنا لا أستطيع التكهن، لكن وهم أتفهم إذا هم أرادوا شروط يعني مطالب سقف عالي من المطالبات كحكومة شرعية معترف بها، لكن سقف التوقعات يمكن يكون عاليا من طرفهم. يعني ضروري التعاطي الإيجابي مع العملية الحوارية لمصلحة اليمنيين. هل هناك دراسة أو ضغط برأيك إلى تنفيذ اتفاق شتوكهولم قبل الشروع في أي اتفاق سلام؟ أنا بتصوري اتفاق شتوكهولم كانت خطوات بناء الثقة وليست العملية السلام أو الحوارية الشاملة. ممكن استمرار الأطراف الذي لهم علاقة بالأطراف المتحاربة أن يضغطوا عن طريق الأدوات الدبلوماسية، لكن أكثر من هذا صعب. نعم، شكرا جزيلا لتواجدك معنا في الاستوديو سرهنج سعيد حما سعيد، مدير برامج الشرق الأوسط بمعهد الولايات المتحدة للسلام. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.